حاجة هتجيلي حاجة تكون يعني تسعدني تشبعني فنيا ترضيني. لكن لو مجرد التواجد لا هتعتذر. اعمل بيها ايه؟ ما مش محتاجه. الحمد لله. لا لا مش في، انا بيجي لي ساعات وحد يكلمني وبعرف ان في زملاء اكثر مني احتياجا للعنصر المادي، فاقول له مثلا خد فلان او علان او كلم فلان، وببقى في منتهى السعاده على فكره ان انا يعني مش عارف وانا بتفرج عليهم يعني. طيب يعني ربنا يزيدك يا رب يا سيد ويزيدك من نعيم الله، لان انت كمان انسان خير. انا عارفه ان انت مش هتقول ده، لكن معلوماتي ان انت في يعني مرتبات شهريه بتروح لاشخاص من زمايلنا المحتاجين، وانت بتعمل ده بمنتهى الحب، وحتى قلت لي ده مش فلوسي ده فلوس ربنا. المال ماله الله، المال ماله الله، واحنا في النهايه اللي باقي ان سبحان يعني ايه سيدنا النبي حتى قال ده ومرضاكم بالصدقه، والمفروض ان احنا نحس ببعض ونكبر بخاطر بعض. لان انا في يوم من الايام مثلا كان زميلي وحبيبي الاستاذ جمال عبد الناصر مثلا يا حبيبي كان بيقف معايا وقفات كويسه، المرحوم احمد خليل الفنان الكبير جمال عبد الناصر. جمال ده حبيبي ابو وقف جنبك في احتياجك او كتير والله وانا بعز جمال يعني، وكان واخدني صديق واخ، وكان يقول لي المعاناه اللي انت فيها دي هتعمل منك فنان كبير. والله يرحمه البرنس احمد خليل مثلا كان حبيبي، كان برضه نروح نسهر مع بعض ونقعد نشرب شاي وشيشه ومش عارف ايه والحاجات دي، كان محتويني يعني. يا سلام. شوف 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 انت فاكر يعني انت من اصول وفاكر اللي وقفوا جنبك. لا طبعا عشان كده انت. طب هقول لك حاجه، انت حكيت لي في مره حكايه خلتني عيطت وانا في التليفون معاك، مش هنقول اسامي. زميل اتصل وقال لك حاجة فانت عيطت انت راخر ورحت جري، نحكي للناس الحكاية. لا والله بص يعني مش هقول اسامي طبعا، لا انا عارف يعني شيء مؤلم مني. انا ليه بقول لك انا في يوم من الايام انا ليه ثانية واحدة بقول لك تحكي ده، علشان ده قدوة ومثل. الراجل ده بقول له انت بتسألني؟ لا ما بسألش حد، ده ربنا، ربنا اللي بيديني انا مجرد ان انا بوصل من ايدي لايد غيري، انا بصطادي. فربنا يزيده من نعيم. اتفضل يا حبيبي. لا والله انت لما تعرف ان في زميل ليكي معاه مثلا روشتة علاج مزمن، ومش شرط يكون زميل على فكرة، يعني حد يكون من بره مثلا، الحمد لله يا رب، فما بيجيليش نوم. حد مثلا يقولك ان انا البيت ما فيهوش اكل، حد يقولك ان انا علي شهرين ثلاثة ايجار، حد يقولك ان ابني او بنتي مش راضيني يقبلوه في الجامعة او في المدرسة عشان المصاريف. فانت كل دول انت من فضل الله بتقدر يعني. لا انا مش ما هو انا سبحان الله انا بعمل يعني مش عايز اقول يعني. كان في الله يرحمه واحد اسمه صلاح عطية، سمعت عنه؟ سمعت الاسم. اللي هو الراجل كان عامل تجاره مع ربنا كده وبتاع، والراجل اللي توفى بتاع العربي الحاج محمود العربي. مش انا في حدود الامكانيات البسيطه يعني، فاتحين بيوت ناس كتير كانوا فاتحين وكان ربنا موسع عليهم وسيدنا النبي قال لا ينقص مال من سرقه. اوعى حد يفتكر ان مثلا اللي في جيبه ده ملكه، لو كان دامت لغيرك ما كانتش جات لك. انما انا بعمل اخطاء كتير وبعمل ذنوب كتير على فكره، انا مش بس بجتهد ان ربنا سبحانه وتعالى يطهرك بالصدقه. ما هو ربنا كبير، انا عشمان في رحمته مش في عدله، لان احنا مش قد عدل ربنا، انما قد رحمته اللي هي يا رب. طيب انا بالكلام عن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش افضل ختام للفقره دي من ان احنا نقول للناس احنا متشعلقين في رحمه ربنا مش في عدله، لان لو بعدل الله احنا هنروح في داهيه، لكن برحمه الله ربنا يغفر لنا يا رب ويسامحنا ويكتر من امثال المحسنين اللي زي سيد يا رب والله يعني، ويزيدك خير يا حبيبي. في ناس كتير كويسه وفي ناس طبعًا كتير طبعًا. وعايز اقول حاجه يعني، الانسان اللي الممسك وما بيطلعش او ما بيجبرش بخاطر حد ومش عايز يعني، المفروض اللي هو شجره يستظل بيها يعني اقرب الناس ليه، مش فاعتقد ان بيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبتليهم بامراض وبيبتليهم في حاجات وبيبتليهم في اولادهم وبيبتليهم في، وبعد ما يموتوا بيسيبوا خلفه ما بيستخسروا فيه قراية الفاتحة. لا إله إلا الله. والله النماذج كتير الواحد شافها يعني، مش ربنا يطرح البركة فيك وفي ذريتك.
ويبارك لك في والدتك ويسعد حياتك. وتشرفت وفرحت ان انا شفتك يا سيد. ربنا يخليك يا رب يا وربنا يبارك لك. انت فنانه جميله وموهوبه وانا كنت سعيد النهارده ان انا من خلالك ان انا بصيت بص على الناس ويا ريت ما كنتش حد الناس كلها والله يا ريت ما كنتش حد زعل مني لا خالص يا حبيبي. ربنا يكتب لك الخير كله. كل سنه وانت طيبين وانت طيب يا حبيبي.